السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ النهاردة هنعمل مع بعض احلى مسقعة بطريقة جميلة جدا، وان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا. طبعا كلنا بنحب المسقعة بكل دكاتها وحركاتها. وطبعا لو انت اول مرة تشوف القناة بتاعتي ما تنساش تعمل اشتراك لو انت مش مشترك، وطبعا تفعل زر الجرس وتعمل اعجاب، والاعجاب مهم جدا، وتقول لحبايبك واصحابك على التكات والحركات. تعالوا بينا مع بعض بقى نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده. معايا بتنجان اللي هو المكبب ده اهو مقطعاه، طبعا التقطيع بترجع حسب الرغبه، ممكن نقطع كده وممكن نقطع كده زي ما احنا عاوزين. معايا 4 فصوص من الثوم مقطعاهم ناعم كده او فرماهم. معايا 3 طماطميات مقطعاهم مكعبات صغيره. معايا 5 فلفلات او ما يعادل ربع كيلو من الفلفل الاخضر. بهاراتي بقى معايا فلفل وملح وليمونه بس يا حبايبي كده. تعالوا بينا مع بعض بقى نشوف التكات وكل الحركات. اول حاجه هعملها حبايبي خالص ان انا هحط البرنجان كده او البدنجان كده ورش عليه شوية من الملح علشان يبتدي ينزل المية بتاعته وما يشربش زيت. وطبعا انا هقلبه. تعالوا بينا مع بعض نشوف بقى احلى التكات والحركات. حبايب قلبي في طاسة على النار هبتدي بقى، البرنجان اخد وقته، هبتدي حبايبي انزل بيه اهو عشان يتحمر. المسقعة دي بصراحة بتفتح النفس وبتبقى جميلة جدا وبتبقى اقتصادية زي الفل اهو. نحط الكمية يا حبايبي كلها اهو يا حبايبي. انا هبتدي بقى احمر فيه واخلص الكمية كلها وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طيب قلبي انا خلصت تحمير البدنجان اهو، هبتدي يا حبايبي بقى ادخل على الفلفل الاخضر. وتعالوا بينا مع بعض نشوف التكات والحركات. حبايب قلبي في نفس الطاسة هبتدي يا حبايبي انزل بالفلفل اهو، ونحمره مع بعض يا حبايبي ونشوف هنعمل ايه بعد كده. طيب قلبي انا خلصت تحمير الفلفل الاخضر ورصيته برضو يا حبايبي كده في الطبق بتاعنا. هبتدي بقى حبايبي انزل بعد كده بالخطوة اللي بعد كده وهي الطماطم. وتعالوا بينا مع بعض نشوف التكات والحركات. حبايب قلبي الخطوة يا حبايبي اللي بعد كده ان انا هنزل برضو كل ده في طاسة واحدة، هنزل بالثوم كله اهو، هنزل الثوم كله كده حبايبي وابتدي بقى ايه اشوح فيه. بصراحة الاكلة دي كلها بتتعمل في طاسة واحدة بس ده ايه بالخطوات بتاعتها. طبعا لو انت اول مرة تشوف القناة بتاعتي ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس وتعمله على كل عشان يوصل لك كل جديد، وتقول لحبايبك واصحابك على التكات والحركات. طبعا ما ننساش اللايك، اللايك مهم جدا. انا بشوح في الثوم اهو يا حبايبي مجرد بس ما تاخد اللون الذهبي الجميل. طبعا انا مش عايزاها محروقه. واهم ما في الوصفه دي يا حبايبي البدنجان يكون اللون بتاعه فاتح ما يكونش غامق محروق، وبرضو الفلفل الاخضر اهو يا حبايبي بدا ياخد لون. هنزل معايا بقرن فلفل احمر كده واقلبه كده تقلبتين. الله على الروايح، حاجه كده والله تفتح النفس. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اشوحه كده حبايبي وما تقلش عليه علشان التومة بتاعتي ما تتحرقش مني اهو. انا عاوزاه كده بس. ابتدي انزل بالطماطم
اهو انا هنزل بقى بالطماطم اللي انا مقطعاها مكعبات واقلبها كده تقلبتين. وانزل بالبهارات بتاعتي اللي هي الفلفل الاسود نص معلقة صغيرة والملح وعصرة الليمونة. اهو يا حبايبي انا نزلت بالبهارات بتاعتي، ابتدي اقلب كده تقلبتين. طبعا احنا شايفين اللون وجماله. اهو يا حبايبي ابتدي بقى انزل بعصرة الليمونة كده. ومعلقة كبيرة من الخل تديها مزازة حلوة قوي هي والليمون. واسيبها كده حبايبي دقيقة واحدة بس وارجع لكم تاني ونشوف التكات والحركات. قلبي الطماطم بتاعتنا مع التومة مع الفلفلاية الحمراء استوى، ونزلت بيهم يا حبايبي على الوش كده. هبتدي بقى لو عندي شوية من الشبت البقدونس اي حاجة من الحاجات الخضرة الجميلة دي ابتدي انزل عليها كده. ومش هقول لكم بقى غير بألف هنا على قلبكم، وان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. وطبعا ما تنسوش اللايك يا حبايبي، وان شاء الله مع فيديو جديد وتكات وحركات سمسمة.